صلى الله عليك شيخ. حكم تغيير بعد النافلة بعد الفريضة إذا أراد أن يصلي نافلة يغير المكان أو بعد النافلة كذلك، هل ورد شيء؟ أما بالنسبة بعد الفريضة فحديث صحيح مسلم، حديث معاوية رضي الله عنه، أنا نص صلاة في صلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج، إذا كان في كلام فلك لا مانع أن تصلي في هذا المكان. أما بالنسبة تقول وبالنافلة، أصلي الناس يفعلون هذا ليس من باب الفصل، يفعلون من باب تكثير الأجر في البقعة. البقعة طبعا في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في المغايرة بين مكان ومكان لتكثير الأجر في البقعة، وهذان الحديثان ضعيفان، ولكن هذا له أصل في الجملة. قوله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قال غير واحد من المفسرين، هذا منقول عن جماعة من الصحابة والتابعين، أي تشهد على العامل بما عمل على ظهرها. فهم يقولون هذا الاستنباط لماذا أنها تشهد للعامل بما عمل على سطحها وعلى ظهرها، فإنه يستحب الإنسان يكثر الصلاة في أكثر من وبقعة حتى تشهد له الأرض. ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فالله يقول فما بكت عليهم، إذن الأرض تبكي على الميت، لأن ما بكت على الكافر إذا تبكي على المؤمن. فالإنسان يكثر الصلاة في البقعة حتى إذا مات بكت عليه الأرض، بكاء الأرض ربما يكون سببا لرحمته، سببا لرحمته. لكن الطرف الآخر لما يرى هذا يقول اللي أنزل عليه هذه الآيات ما ثبت عنه يفعل هذا، لكن أيضا ما ثبت شيء واضح أن النبي يتصلى أكثر من ركعتين في موضع واحد ولا تنقل، اللهم لك قيمة الليل وقيمة التراويح، هذا واضح أصلا صعب التنقل، حتى الناس ما يتنقلون، لكن في المسجد صلى في البقعة وانتقل لبقعة أخرى، يعني ما شوف شيء ينكر ولا شيء واضح دليل يعتمد عليه، ومسألة اجتهادية تعتمد. هذا نذكر يا شيخ ويكون من مثل الكلام لما بعد الصلاة إذا طالت نعم، وكونوا يلتفت، وإذا طالت الأذكار كونوا يلتفت وطال الفصل يعتبر نوع من الكلام.